السلام عليكم. اليوم في مركز تصفية الدم الرحمة بالمستشفى المحلي لتنغير، بفضل الله توصلنا بآلتين لتصفية الدم من مؤسسة هيومن أبيل، وهي هبة كريمة وسريعة جاءت في الوقت الملائم، بحيث بفضلها سنتمكن من يعني معالجة مرضاني، جوج المرضى في اليوم، يعني 6 في الأسبوع. وهذا فضل غادي يساعدنا باش نتغلبوا على لائحة الانتظار اللي مع الأسف تتواجد في هذا المركز هذه الأيامات هذه. إذا باسمي باسم جمعية الرحمة لمساعدة مرضى القصور الكلوي وزرع الأعضاء بتنغير، وباسم المرضى وباسم الساكنة وباسم الطاقم المكلف بالعلاج بهذا المركز، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمؤسسة هيومن أبيل ولأطورها ولعملها الإنساني الجبار. مرة نشكرهم ونتمنى لهم التوفيق، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا معكم الحسين يزعكي من أحد مرضى القصور الكلوي بتنغير منذ 2016 ميلادية. الحمد لله، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. مركز تصفية الدم بالرحمة هو مركز يقوم بأعمال جليلة في منطقة تنغير، لهذا نشكر شكرا جزيلا كل من يساهم عن قريب أو بعيد في إغناء وإثراء هذا المركز، وعلى رأسهم نشكر السيد سي الحاج عبد الرحمن أحماني صاحب المبادرة الأولى، وهو معروف على مستوى منطقة تنغير، وله الفضل ويعود له الفضل ولأمثاله في إخراج هذا المركز إلى حيز الوجود. نشكر كما نشكر كذلك مجموعة من الجمعيات ومجموعة من الأطراف التي تتدخل من حين لآخر لمساعدة وللسعي وللنهوض بالتقدم بهذا المركز، وعلى رأسهم جمعية هيومن أبيل التي ساهمت مؤخرا بآلتين جديدتين، هاتين الآلتين اللتين ستنقذان مجموعة من المرضى الذين ما زالوا يقبعون في لائحة الانتظار. دون أن ننسى كذلك، أو الشكر موصول كذلك لجميع الأطر الطبية التي تعمل بهذا المركز، وخصوصا هي التي تقف على معاناة جنبا إلى جنب إلى معاناة المرضى بالضبط. بالنسبة لهذا المركز فهو مركز يحتاج إلى الدعم أكثر، لأن عملية تصفية الدم هي عملية دائمة ومزمنة، يعني ذلك أن الآلة وحدها لا تكفي، بل الآلة تتطلب مجموعة من الوسائل التي تجانبها يوما إلى يوم أو لحظة بعد لحظة. نعطيه المثال بالنسبة لهذا السيركوي، كيتسمى سيركوي، فهو كيتسمج الطبل أو يستعمل لمريض واحد، حيث أن استعمال مثلا هذه الوسائل المرافقة للآلة لا يمكن أن تستعمل لمريضين إلى آخره. لذلك بالنسبة لعملية تصفية الدم فهي عملية باهظة، والشكر موصول مجددا لجميع الأطر الطبية على صبرها وتحملها، وكل من يقف جنبا إلى جانب، خصوصا بالنسبة لهذا المرضى الذي هو يعتبر مرضا صامتا ومرضا مزمنا، الأسباب ديالو متعددة. وفي منطقة تنغير أصبحت هذه الظاهرة منتشرة وتتوسع يوما بعد يوم، ولكن الله سبحانه وتعالى لكل الذي جعل الداء جعل له الدواء.
الحمد لله بعدا مهم بالنسبة لتنغير لم نعد مضطرين للسفر إلى ورزازات، بالرغم من أن هناك ما زال البعض الذين ما زالوا في اللائحة ديال الانتظار، يا إما يكونون مضطرين للذهاب إلى ورزازات ولا إلى الرشيدية لتصفية أو لتصفية الدم بشكل مستمر وبشكل دوري. إذن أجدد الشكر لكل من ساهم في مساعدة هذا المركز، على رأسهم سي الحاج جهماني، جمعية هيومن إبل وجميع الأطراف المتدخلة. شكرا. Je tiens à remercier toutes et tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.